أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تسهم في إبراز الإنتاجات الإعلامية النوعية وتؤكد الدور المؤثر الذي تقوم به المؤسسات الصحفية في النهوض بحرية الرأي والتعبير وترسيخ الممارسات الديمقراطية الرصينة. جاء ذلك بمناسبه حفل جائزه رئيس مجلس الوزراء للصحافه حيث اشاد معاليه بتطور وتنامي الاداء الاعلامي والصحفي في مملكه البحرين الذي يشكل ثمره للمشروع الاصلاحي لحضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم مؤكدا ان الصحافه تعد شريكا اساسيا في توثيق مسيره المنجزات الحضاريه والنجاحات الوطنيه التي تحققت على مدى 25 عاما معربا عن الفخر والاعتزاز بالتطور الذي تشهده الجائزه، ومشيدا بزياده عدد فئات الجائزه لتصل الى عشره جوائز، بما يفتح المجال امام المزيد من الابداعات الاعلاميه والصحفيه، والتحفيز على استثمار الادوات الاعلاميه والرقميه الجديده بجوده وحرفيه عاليتين.